متابعي شاشة الوطن في كل مكان، يعني حالة من الحزن في محافظة قنا بعد وفاة 6 أطفال أو 7 أطفال في ترعة أصفون كانوا عائدين. حالة الوالد لا يرثى لها زي ما انتم شايفين، يعني حالة من الحزن موجودة هنا داخل منزله في قرية صوص بمركز نجادة جنوب محافظة قنا. حالة من الحزن يعني زي ما انتم شايفين، الأطفال 7 كانوا عائدين مع والدهم، يعني سقطوا فجأة في لمح البصر داخل ترعة في مركز القرنة في محافظة الأقصر ليلة أمس. حالة من الحزن. معنا ومعكم والد الأطفال 6، سوف يكشف لنا عن تفاصيل الحادث. عرفنا بنفسك؟ عرفنا بنفسك الأول. اسمي الحسن محمد الكامل. إيه اللي حصل معك؟ اللي حصل معي إن أنا جاي من عيبة الجيه ولا أروح؟ لا وأنت رايح وأنت جاي، إيه اللي وأنت جاي الحادث نفسه؟ حسيت الأولاد الملايين. يعني انت كنت ما تحتفل بعيد الاضحى المبارك في رابع يوم ايام عيد الملاهي سيدي منصوري بالاقصر في الاقصر. وركبت من الالعاب كلها وجينا حوالي من الاقصر حوالي 12 و 12 من 12 ل 12 ونص. احنا جايين من 12 ل 12 ونص بالليل. ايوه تمام. ففجاه انا وماشي براحه خالص لقيت نفسي في الميه في الترعه الكبيره. يعني انت كنت ماشي سريع بالترسك المسان أصفون لو عند الرواج كده. ايوه عند بعد الرواج السناين. ايوه تمام. هل كان في مثلا مقابل جاي معاه؟ لا ما فيش اي حاجه. فلقيت نفسي في الميه، وبعدين بعد ما لقيت نفسي في الميه انا والاسره كلهم. طب العجلة عملت معاك ولا ايه؟ طيب هو العجلة نزلت من الاسفلت شوية، بس ايه حبيت احكمها لقيت نفسي. هو قدر الله، قدر الله الحمد لله. اللهم الهمنا الصبر واحتسبتم عند الله وجعلنا من الصابرين يا رب. امين يا رب، امين يا رب، ربنا يصبرك. انا قلبي مولي نار بس اقول الحمد لله. ربنا يصبر طبعا. ولا حول ولا قوة الا بالله. طيب يعني انت من كان مين معك في ابنائك؟ الدنيا ظلمه. مين كان معك الاولاد؟ كلهم وزوجتي. هم سبعه. ربنا خلالي محمد كبير يعني 11 سنه، 6 ازهر نجاده. وفاطمه اولى اعدادي ازهر نجاده توفاها الله. وهاجر رابعه ابتدائي رايحه 5 ازهر نجاده السنه الجايه توفاها الله. لا اله الا الله والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله. وساره عندها ثانيه ابتدائي رايحه 3 ابتدائي السنه دي توفاها الله. غير كده يعني كله. لا اله الا الله. والاولاد ابراهيم كان رايح اولى ابتدائي ازهر برضه عشان مدينه الازهر عشان قريبين من شغلي وكده يعني في النقاله يعني. هذا الموجودين بعيد يعني كده. وبعد ابراهيم يوسف ذكر رايح الى حضانه. لا اله الا الله توفاه الله. وكان في زكريا سنه ونص الحمد لله رب العالمين. الحمد لله اللهم اجرني في مصيبتي وابدل لي خيرا منها رب العالمين. امين يا الحمد رب. لله امين يا رب. الحمد لله شكر لك يا رب يا حبيبي يا الله. الحمد لله يا رب. الحمد لله على مصيبتك يا رب. وكان امر الله قدرا مقدورا. الحمد لله. الحمد لله. يعني لما سقطت في الترعه يعني حاولت تنقذ حد ولا انت؟ انا حاولت انقذ محمد ابني، محمد لقيته على الناحيه وزوجتي مع زكريا. زوجتي كان بعيدة مني شوية، إنما محمد كان جنب الترعة يعني متر كده بين الترعة. فهو مسك في الطين وطلع. أنا نزلت في مية حوالي كد السقف ده يعني 3 متر أو 4 متر. نزلت مسكت في الطين وطلعت إزاي لفوق مش عارف طلعت إزاي. فجأة لقيت نفسي فوق المية. فهو لفاني خشبي، مش خشبة، حتى الترعة كانت مليانة؟ لا هي اكثر من نص. نصها
لذلك كان كل حاجة تنزل. مساء دنا عصايا قال لي يابا أنا هشدك. شدني، مجرد ما شدني هو نزل في المية، أنا شديته. بقينا احنا اثنين عليه على الباب، على الباب الحمد لله. وام حسن اللي هي نسيتي كانت معانا برضه، طلعت على البر. وكانت معانا اخت المدام برضه طلعت على البر، بس ما كان معها ابنين، ابن طلع حي محمد طلع، ويوسف توفاه الله. لا اله الا الله. السابع ده السابع يوسف، ما هو السابع. انا ابن عديم، انا ستة اللي ماتوا عندي. ثلاثة كده كنتوا كام على كروسيكو؟ يعني ستة أبناء بس أطفال، يعني أطفال يعني صغيرين، يعني صغيرين. ومرات حارتك برضو كانت معاك؟ مراتي برضو طلعت ونجاه الله الحمد لله. طيب الأسعاف جاتكم يعني للقاس؟ للقاس أنا القاس يعني جات في خلال محمد اللي نجاه ربنا. يعني محمد اللي نجاه. اقعد جنب والدك. محمد اللي ساعد والده، والده ساعده في نجاته في هذه المصيبه الكبيره. الدنيا ظلمه وما فيش حد. انا عملت ايه؟ قعدت اقول يا الله يا حبيبي يا الله انقذنا يا الله. طلعت على الحلف، في حلف الغص، طلعت انا ومحمد على الحلف، طلعنا فوق الاسفلت. كل عربية تيجي نركض قدامها عشان توقف، ملاكي وأجرة عشان توقف. ما تقول لك كده ما توقفش. حقونا ده في أطفال صغيرة معانا تحت عايزين يقصوها، في شباب نزلوا واحد أو اثنين. كنت شايف القهوة؟ ها؟ القهوة في الحداشة. مش قهوة، حتة مقطوعة نهائيا. عند السلام عليكم. آخر الحداشة عند الضبعة الدراسة. كمين ده عشان قدر ربنا. عشان قدر ربنا. يعني فرارة من نفاذ قدر الله، من قدر الله. أنت راجل مؤمن والله، والله أنت راجل مؤمن. الحمد لله. الحمد لله. يلهمنا الله الصبر. أمين يا رب. أمين. وبعد كده؟ بعد كده جات عربية الإسعاف. طبعا في اثنين من الشباب المدني نزلوا شالوا جابوا جثه من تحت اللي هي فاطمه. هي اول واحده؟ لا، اول واحده اللي اكبر واحده في الاولاد البنات. فجت فوق مندوسه على الميه، على بطنه من الميه ما فيهاش. دي توفاها الله. يعني دي اول واحده طلعتها؟ دي في الاموات يعني. دي طلعت من الميه. اول واحده طلعت في الميه. والثاني يوسف ابن اخت مرات يوسف. ده طلعوه مجرد ربط يوسف. قعدت اعمل له طبعا ميه اسعافات وهنا يعني بحيث يعني ما نفس، ما فيش نفس خالص. امر الله نفس. توفاه يعني الله. اثنين كده خليتهم الاسعاف. جت اخت مراتي طبعا هي طلعناها لان كانت معبايه ميه للاخ. الحمد لله رب العالمين دسنا عليها دوسه في البطن وكده وعشان الميه فاقت. قلت انا تمام كويس الحمد لله. طلعت من الاحياء. طبعا طلعت انت تدور على الباقيين بقى. ما بقى بنازل معاهم وبندور على الباقيين عشان خاطر طبعا ايه اللي هم الشباب اللي تحت ما لاقينش حد. هم طبعا مش ملاقينش حد والميه عاليه عليهم. يعني انا توقعت ان الميه ما فيش نور يعني في حد جاكم وقت بعد يعني جونا بعد فتره عمليات الانقاذ مدني شباب من اهالي المنطقه. طب المنطقه دي ما فيها سكن؟ لا ما فيهاش سكن. لا ما فيهاش سكن. احنا قعدنا، انا قعدت اندهن لما صوتي اتنبح. يا اولاد يا ناس يا هو يا اللي هنا يا اللي موجود. انا لدرجه اني قعدت ارقد قدام العربيات عشان خاطر توقف. حد شغال لوكسور بس العربيات توقف. خطف شغال. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. فتوفاه يعني اللي كان طالع بعد كده لاني فرق الانقاذ الضابط قال لي انا جبته بعد فتره يعني. نص ساعه فكان ايه كانت لكن هم طلعوا متوفين السته السبعه طلعوا متوفين اللي طلعوا متوفين. لا اول واحد طلع متوفي، اثنين طلعوا متوفين، فاطمه اللي هي بنتي ويوسف اللي هو ابن خليل ابن خلفه. تمام ابن اي ابن خلفه. اول اثنين متوفين. بعد كده طلع طبعا زكريا 18 سنه. زكريا لا اله الا الله. واحد لا اله الا الله. ويوسف وابراهيم لا اله الا الله. لا واحد انت راجل مؤمن في كتاب الله. وساره انت راجل مؤمن. الحمد لله رب العالمين. انت راجل يعني ربنا يهنيك. انت راجل مؤمن يعني الحمد لله.
الحمد لله رب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. طيب انت الاصابات اللي انت ايه الاصابات اللي عندك؟ انا الاصابات دي مش كنت عايز عليها، انا كل همي ان هم اولادي ان هم دول يتنغزوا، انا مش مشكله اموت بس هم يطلعوا حيين، لكن الحمد لله توفاهم الله. يعني انا اصاباتي دي خبطه مش عارف من توك او من الارض او من هنا، فكسر هنا عايز اشوف هنا، في كان شرك في الصباع، في الصباع في اربع غرز، ده بيصلوا ده بيصلوا. حاله الام عم حسن في انهيار عصبي، الام في انهيار عصبي. انا عندي ايمان ان انا ممكن اموت في اي لحظه، لكن هي طبعا مرض ام برضه، معلش يعني مش هتراعي لله. هنا طبعا في رباط صليبي، رباط صليبي هنا اخذ مخبط ايام، ده مش عارف اخذ من ايه بالضبط، يعني ممكن اكون وقعت على اسفلت لان انا مزبوط ربنا ازبط من غير يعني وعي سجود يعني غير طبيعي. انت رجل مؤمن يا عم، انت رجل مؤمن الحمد لله. اللهم اجرني في مصيبتي، امين يا رب، وابدلني خير. امين يا رب، الحمد لله رب على قضاءك يا رب، انا راضي بقضاءك. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله راضي بقضاءك يا رب، راضي بقضاءك الحمد لله. الحمد لله. ده محمد اللي نجاها ربنا معه. محمد ايه اللي حصل يا محمد؟ عايز امتفع الموقع على صوتك يا محمد. سحبت ابوك. بعدين ابن خالتي محمد طلع زي كده، رحنا سحبناه، رحنا طلعنا فوق على اسفل، نطلع على طول، طلع على طول محمد، بس خفيف وجلب يلب له، بس سحبناه احنا برضه من فيه. هم اللي تنجوا محمد وحمد ينجوا يعني. هم الحمد لله ابن خالتي والباقي كله توفى الله ورحمه. الحمد لله يا الله بقى. يا عم كنت رايحين زي فسحة مش فرح. لا فسحة. لا فسحة. يعني لا هو الأطفال كنت فرح. كنت عايزين نروح الملاهي. احتفال ربع أيام العيد. المنصوري. احتفال ربع يوم العيد. اللي في الأقصر. لا بالحجاج وكذا. في الملاهي. الحمد لله. الحمد لله على المصيبة. يخفف الله من المصيبة. فهل أدي الأم بس الأم؟ شوف الأم جيبون أخواننا جيبون بلعنين. حالة انهيار طبعاً لمتابعي شاشة الوطن، الأم في حالة انهيار كما تسمعون، صرخات الأم في حالة انهيار كامة، ولكن الإيمان الذي انبعث في قلب الأب يعني جعله صامت حتى هذه اللحظة لفراق ستة من أبنائه في ترعة في مركز في الأقصر. الضحايا يعني جميعهم من قرية نجادة، من مركز نجادة، من قرية سوس، ستة أشقاء مرة واحدة، وابن عمهم السابع الذي توفي. عمر على عبيد، عمر على عبيد. متابعي شاشة الوطن، زي ما انتم شايفين هو يتلقى العلاج بقلب وإيمان كبير، زي ما انتم شايفين حالة من الحزن هنا في القرية. انت رحت طبعا المستشفى، طبعا رحت معاهم المستشفى، احكي لنا ايه اللي حصل وانت بعد ما راحوا المستشفى. طلعناهم من الترعة وديناهم من الصين، فقاموا بالإسعافات اللازمة يعني. الإسعافات اللازمة. فأمر الله نفس. لكن طلعوكم تصريح الدفن بدري ولا هن بدري؟ كل حاجة جرت تمام الحمد لله يعني. إيه؟ الدبة منامش. منامش بصراحة. كله إنسانية طبعاً. كل ساعدتنا يعني. كل شغل كل حاجة. لكن الصبعة دفنوا في مكان واحد في تراب حمدان، هنا في التراب، هنا في تراب حمدان اللي هنا بعديكم دي بعدين. اللي بعديكم
يعني خلص العزاء من النهارده. العزاء هيبدا من النهارده. العزاء من ثلاث ايام. ثلاث ايام. محمد اللي فضل من السبعه وابوه بس وكيل النيابه بارك الله فيه يعني. ربنا يسلمك بارك الله فيك والله فرح الله يبارك لك. الله يبارك لك يعني ما قصروش وقصرها ما قصرتش شايفين الحاله وظروفها من اول الحادث لغايه تم وقيعه الجنازه على طول انا صعبان عليه بالحاله لكن في المستشفى قدموا كل الاسعافات للوالد والام والخاله وكل الاسعافات كل الاسعافات قدموها كلها يعني كل حاجه معانا اه كل الواضح كل كلها مش شكل جورنا بارك الله فيك ما قصروش من حاجه انتوا يعني ربنا يعزيكم واحنا من نجاده وهم يعني احنا مركز وهم مركز بس لما الحادث عندهم راح نار بارك الله فيهم الناس يعني اسعفونا اسعفهم الله يوسف ربنا يبارك فيهم بارك الله فيهم ربنا يبارك فيهم الله يبارك زكريا ده 20 شهر يوم السبت بتاع جني والحمد لله رب العالمين تابع شاشة الوطن إذا لسه متابعين معكم حالة الانهيار يعني ده ديوان العزاء يتلقون العزاء داخل ديوان بالمنزل طبعا زي ما انتم شايفين حالة من الحزن والانهيار هنا في داخل منزل الضحايا السبعة الذين راحوا غرقا في ترعة في مركز الأقصر الأب كان يحمل الزوجة والأبناء الست وابن خالتهم السابع ويعني زي ما قال حماته كانوا على تروسيكل كانوا عائدين كانوا يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى وكانوا عائدين من الأقصر إلا فجأة سقط التروسيكل به في داخل الترعة ما أسفر عن وجود ضحايا زي ما أنتوا شايفين زي ما انتوا شايفين متابعي شاشة الوطن هذه هي كانت تفاصيل وانهيار الوالد الذي انهار بفراق ستة من أبنائه إلا أنه يتحلى بإيمان كبير جعله صامت وصابر رغم الآلام الجسدية والآلام النفسية والقلبية التي بها نتيجة هذا الحادث إلا أنه يعني ما زال صامت في هذا الموقف الصعب شكرا متابعي شاشة الوطن في كل مكان